نحيله هي وبابها ثقيله شكثور، نحيله هي وبابها ثقيله شكثور، يعني من اندفعة شمرة شمور. آخر ما تحدث به شيخ القرش في حق الزهراء قبل رحيله: آه يا زهراء، آه يا زهراء، آه يا زهراء، فرددها 7 مرات ثم قال: روح الأنبياء في صدر الزهراء. الملائكة: عذرا يا صاحب الزمان، عذرا، جدا أعتذر. نحيله هي وبابها ثقيلة شكثور، يعني من اندفعة شمرة شمر.